بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذا البرنامج جواهر العلماء. نقف في كل حلقة من حلقاته على قول لأهل العلم والفضل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين ومن العلماء الربانيين، نأخذ منها العبرة والعظة والحكمة. يقول الإمام الطبري رحمه الله: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله لنا في الكبر. هذه المقولة وهذا القول للإمام الطبري له قصة. يذكر أن الإمام الطبري نزل مع طلابه وأصحابه، فجاءوا إلى مكان فيه ماء، وهذا المكان لا تستطيع أن تعبر وتتجاوز هذا الماء وهذا المكان الذي فيه بقعة الماء إلا أن تقفز. فقفز الإمام الطبري، وقيل أنه قد تجاوز 100 من عمره، فلامه أصحابه على ذلك وطلابه، قالوا: لمثل سنك وعمرك يا إمام لا يصلح أن يقفز هذه القفزة. فقال رحمه الله: هذه الجوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله لنا في الكبر. فالإنسان الذي يحفظ نفسه عن المعاصي والذنوب في حال شبابه وفي حال قوته وفي حال نشاطه، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ له قوته في حال الكبر وعندما يتقدم به العمر. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على أصحاب الطاعات الذين لم يسلكوا طريق الزلات والعثرات، وإنما حرصوا على أنفسهم وجاهدوا هذه النفس على الاستقامة على الطريق القويم. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالإنسان في هذه الحياة عندما يجاهد نفسه على الاستقامة وعلى البعد عن المحرمات وعن المعاصي والزلات، فإن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا العبد في حال الكبر. نعم، الإنسان يخطئ والإنسان يزل والإنسان يتعثر، من الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط؟ ليس هناك إنسان سالم من الخطأ وسالم من الزلل. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. لكن الخطأ، أن يستمر الإنسان في خطئه، وأن يستمر الإنسان في غيه، وأن يستمر الإنسان في ضلاله، تمضي السنين ثم السنين ثم السنين، وغيره يتعلم، وغيره يرجع إلى ربه، وغيره يتوب من ذنبه، وهو مع ذلك مصر على المعاصي والذنوب وعلى درب الدركات والزلات، ولا يستيقظ من هذا النوم الذي فيه مضرة، فيه مضرة له في الدنيا ومضرة له في الآخرة. فأصحاب المعاصي أكثر الناس تعاسة، وأكثر الناس هم، وأكثر الناس غم، وأكثر الناس لا يجد راحة في هذه الحياة. هو يعتقد أو يظن أنه يجد الراحة في معاصيه وذنوبه، ولكن في الحقيقة إنه لا يجد من ذلك شيء. يقول أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. فقيل له: وما أطيب ما فيها؟ قال: تقوى الله وعبادة الله سبحانه وتعالى، هذا أفضل ما في هذه الدنيا.
لأن الإنسان إذا استقام على أمر الله انشرح صدره وتيسر أمره. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة والحياة السعيدة هي تكون بطاعة الله جل وعلا، والذي لا يستقيم على أمر الله ويبتعد عن الاستقامة وعن طريق الصواب، قال الله جل في علاه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيتنا في الدنيا فينساك الله جل في علاه في الآخرة. فاصل ونعود معكم، فابقوا معنا. يقول الإمام الطبري رحمه الله: هذه جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر، فحفظها الله لنا في الكبر. نعم أيها الإخوة والأخوات الكرام والكريمات، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. في الدنيا كنت أبصر وكنت أرى، ولكني أرى ولا أميز، أرى ولا أميز الصحيح من السقيم ولا الحق من الباطل. كنت بصيرا، قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لما نسيتنا في الدنيا ينساك الله جل في علاه يوم القيامة. فالطاعة أيها الكرام وأيها الكريمات فيها سعادة للإنسان، وفيها راحة، وفيها توفيق لله، توفيق من الله سبحانه وتعالى، يوفقك في عملك، يوفقك في رزقك، يوفقك الله جل وعلا في أسرتك. الله جل وعلا ماذا يقول في كتابه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. هذه الآية العظيمة تبين أن من يتق الله سبحانه وتعالى يجعل له مخرج من كل ضيق، مخرج من كل هم، مخرج من كل عسر، يجد التيسير ويجد التوفيق ويجد السعادة التي لا يشعر بها أهل الذنوب والمعاصي. فالإنسان يحرص كل الحرص على أن يستقيم على أمر الله سبحانه وتعالى وعلى طاعته، حتى ينال التوفيق والسداد والراحة. والله لن يجد العبد راحته في مال، ولن يجد العبد راحته في شهرة، ولن يجد العبد راحته في نيل أعلى المناصب، وإنما يجد العبد راحته في طاعة الله سبحانه وتعالى. لذلك من أسباب الطاعة أن الله سبحانه وتعالى يحفظ هذه الجوارح ويعطيها القوة ويعطيه النشاط كل من استقام على أمر الله. وخلاف ذلك، رأوا رجل يسأل الناس قد سقط حاجباه على عينيه، ويمد يده إلى هذا ويمد يده إلى ذاك، من دين إلى دين، ومن هم إلى هم، ومن مشكلة إلى مشكلة. فسأل عن ذلك الرجل، فقال: هذا الرجل ضيع الله سبحانه وتعالى في حال صحته، ضيع أمر الله، ضيع الأوامر والنواهي، ضيع أمر الله في حال صحته وفي حال شبابه وفي حال قوته، فضيعه الله جل وعلا، لأنه هو الذي اختار الضياع. فهذه العبادة وهذه الطاعة تعطي للإنسان القوة والنشاط والحيوية. ومما كذلك جاء في حديث علي رضي الله عنه، لما جاء هو وفاطمة زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان خادما، لما جاء السبي للنبي عليه الصلاة والسلام وقد أثر الرحى في يد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فذهبت مع زوجها علي يريدان خادما يخدمهما. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم
ولا أدلكم على شيء أفضل من الخادم؟ فقال بلى يا رسول الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فذلك خير من الخادم. هم أرادوا من يعينهم في بيتهم، وتعبت فاطمة رضي الله عنها، فدلها النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون لها بها القوة والنشاط والحيوية والقدرة، فكانت تحافظ على هذا الذكر هي وزوجها رضي الله عنهم أجمعين حتى فارق الحياة، لم يترك ذلك الذكر الذي فيه الخير وفيه القوة وفيه المنفعة. في هذا القدر أكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد.